بدي احكي عن الاسبوع يلي بيبدا سبت 18 ايار مايو وبينتهي جمعه 24 ايار مايو 2024. شو هني ابرز احداثنا الفلكيه لهالاسبوع؟ تحركات الكواكب منتابعها سوا. احداث فلكيه كتير بتطبع هالاسبوع، بنشهد هيدا الاسبوع تنقلات كتيره بحركه الكواكب، انتقال الشمس الى برج الجوزاء نهار الاثنين ب20 الشهر لتعلن عن بدايه شهر شمسي جديد بتحمل معها التقدم المهني، التالق، الشهره لكل من مواليد الجوزاء بالطليعه، الميزان والدلو، وكمان رح يحصلوا على اكثر من فرصه حتى يشاركوا بحدث مهم وكبير. من بعد كل العواصف الفلكيه اللي مرقت معهم هلا رح يبلش الصيف بدنا نقول، ونص الربيع، وبتكون الأجواء جيدة جدا انطلاقا من شهر مايو. يعني أحداث جديدة، طموحات واعدة بالنسبة لمواليد الجوزاء، بانتظارهم رح يكون أوقات رائعة جدا. وما تنسوا من هلأ من 24 لل 25 سنة مميزة، بس مطلوب منكم أنه شوي تكونوا رايقين. وأنت معروف عزيزي الجوزاء بأنك إنسان قيادي، دايما بتتمتع بالمقومات الضرورية حتى يكون الحدث الأهم وهو دخول المشتري إلى برجك، وبتكون سنة أكثر من رائعة. خلال الشهر القادم بيكون عندك تطور مهمة، سنة ما رح تنسيها، بتحمل مكاسب مالية غير متوقعة، استثمارات كتيرة ومريحة ومربحة، بتحقق نجاحات كتيرة، وممكن ينسب لك منصب أكبر، وأنت إنسان بتتمتع بالكفاءة العالية والخبرة الطويلة حتى تحصل على اللي بتريده. أحداث رائعة جدا جدا بانتظار مواليد برج الجوزاء. الحدث الثاني هو القمر المكتمل ببرج القوس الناري بين 25 ايار بين 23 ايار و 25 ايار مايو. باختصار وقتها بيكون عندنا القمر مكتمل خاصه ببرج القوس، ممنوع منعا باتا المجازفه باي قضيه مصيريه مهما كانت، لانه وجود القمر المكتمل ببرج القوس بيحمل معه ضجيج احداث مليانه بالتوترات على كافه الابراج، وهون بيكون عندنا بشكل مباشر رح ياثر على مواليد الجوزاء والعذراء والحوت سلبا، ما رح نقول ايجابا، لأن وجود القمر المكتمل ببرج القوس بمربعات مع الكواكب من برج الحوت، يعني عنا زحل، عنا نبتون، منا هينة هالطريقة، وكمان ما ننسى الشمس اللي رح تنضم لها زهرة بآخر الأسبوع. يعني أجواء تحمل تحديات، ممنوع أنه تاخدوا أي قرار أو توقعوا على أي شيء بيختص البيع والشراء أو تدخلوا بمشروع، ممنوع المجازفة، فترة ما بيصلح معها أي شيء على الإطلاق، بدكم تكونوا رايقين وتعدوا للمليون. بالنسبة لتحركات الكواكب والخبر الأبرز، انتقال الزهرة إلى الجوزاء اعتبارا من تاريخ 5/23 لتنضم إلى الشمس، والأخبار الوعدة رح تجي لاحقا اعتبارا من تاريخ كمان 25 أيار مع انتقال مشتري كوكب الحظ لبرج الجوزاء الهوائي. وبعدين عنا أخبار كتير حلوة، وجود الزهرة وعطارد والمشتري بأول الأسبوع ببرج الثور، يعني هاي طوالع فلكية بتسجل أمور إدارية مالية حلوة لمواليد الثور العذراء والجدي، وبتسهل لهم حركة الاتصالات، حركة منا عادية، كل شيء بيتعلق بأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات. من الناحية الشخصية كمان وجود الزهرة ببرج الثور بخلي مواليد الأبراج الترابية يعيشوا فترة ناشطة جدا على الصعيد الشخصي المهني العائلي، وبتكون حياتهم على موعد مع سلسلة أحداث إيجابية. عائليا بحيطكم كوكب الحب، أجواء من الرومانسية والسعادة، وممكن يساعدكم على حل القضايا المعقدة والعالقة. كمان رح نشهد هالأسبوع وجود المريخ ببرج الحمل، ما يعني وجود المريخ ببيته يعني بيت النار، احتمال انه لا سمح الله حرائق، حوادث، تهور، تعب، تحديات ومواجهات ومشاكل رح تكون من نصيب مواليد السرطان، الميزان، وعنا جدي كمان على هالمواليد الانتباه والحذر. زحل ونبتون بالحوت وبلوتو بالدلو، هيدي لمحة عن كواكبنا لهالأسبوع، وما عليكم إلا أنه تختاروا الوقت الأنسب حتى تتحركوا. حركة القمر رح تكون على الشكل التالي، سبت القمر ببرج العذراء الترابي، وبيكون عندنا مثلث فلكي مع الشمس الموجودة اوريدي ببرج ببرج الثور عفوا، وهيك بتكون في لقاءات مثمرة لكل من مواليد الأبراج الثور العذراء والجدي. الأحد والتنين القمر بينتقل لبرج الميزان، وبيتعاطف الحظ مع مواليد الجوزاء الميزان والدلو، وبيزيدهم من شعبيتهم، وبيحملهم معه تسويات قانونية، مشاريع، استثمارات،
كل شيء جديد بالنسبه لمولد الابراج الهوائيه رح يحققوا بهالايام. الثلاثه والاربعه بينتقل القمر للعقرب، وهيك بيحمل معه الكثير من الحوافز خلال الخيارات الجديده يلي رح يقوموا فيها مولد الابراج المائيه. بيحمل مكافآت لكل من مولود السرطان، العقرب والحوت. وبنختم الاسبوع الخميس والجمعه مع الحدث المهم بهالاسبوع، هو القمر المكتمل ببرج القوس يلي بشكل مربع فلكي مع الشمس يلي بيكون بدوره انتقلت لبرج الجوزاء، وهيك بيكون معه او بخلي مواليد الحمل والاسد والقوس بيدفعهم نحو التوقيع على عقد جديد او ابرام صفقه مهمه ماليا سياسيا. وجود القمر كمان المكتمل بالقوس بحذر تحذيرات جديه لمواليد العذراء والحوت من التراجع والتاخير بالمعاملات والمفاوضات وبكل شيء بيتعلق بالاجتماعيات واللقاءات، لانه برج القوس هو مسؤول عن التعاطي والاخذ والرد مع الاخرين. وأكيد ما بننسى المعايدة الكبيرة، أطيب التمنيات لمواليد برج الثور العشرية الثالثة وآخر درجات برج الثور. سنة مليانة بالسعادة والحب بتمنيها لإلكم، سنة مالية بامتياز، سنة مهمة جدا بتحمل سلسلة غنية بالفرص ورح تعزز قدراتكم وخليكم تكسبوا المزيد من النجاحات والإنجازات على كافة المستويات، كمان كان شخصيا مهنيا عائليا صحيا. واكيد بدي عايد المواليد الايام الاولى من برج الجوزاء مع وصول الشمس لبرجكم باول درجات مواليد العشريه الاولى، وبكون بانتظاركم سنه مهمه جيده جدا مميزه بفضل تاثيرات الكواكب المشتري اللي رح يحمل معه افضل الفرص وعلى كافه الاصعده. بالتوفيق يا رب. وطبعا رح احكي اكثر واكثر عن المشتري بالجوزاء.